فراسي كامل مر بصعابه وحلوه ومره، مر مع حظر متقطع ومتكرر، قضى فيه الطلاب أيامهم مع الكتب والقرطاسية، وها هو العام يوشك على الانتهاء، حيث بدأ الطلاب بالتوجه لقاعات الامتحان. آلاف الطلبة في مدينة جرابلس وريفها يودعون العام الدراسي على أمل أن يكون العام القادم أجمل. كاميرا الفرات رافقت الطلاب أثناء تأديتهم للامتحان النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً اليوم طلبت امتحانات المرحلة الابتدائية، حاولنا قدر الإمكان تكون الأسئلة مناسبة لمستوى الطلاب، خصوصاً بعد فترة الانقطاعات الكثيرة هذا العام، والحمد لله أقبال الطلاب كان جيد. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.